السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ارتفع الضغط الجوي على حوض المتوسط وكذلك شمال البلاد حتى على مناطقنا الجنوبية. مصلحة الأرصاد الجوية ترتقي باستقرار في الوضعية الجوية على الشمال وحتى الجنوب. رغم ذلك سحب من نوع عالي ستنتشر بدون فعالية على المناطق الشمالية خلال الليل إن شاء الله. ضباب سيلتحق على الوجهة الساحلية خاصة الوجهة الساحلية الغربية. أجواء مغشاة كذلك على الجنوب الغربي شمال الصحراء أقصى الجنوب. زوابع عملية ستنشط على أقصى الجنوب حتى على الصحراء الوسطى. درجات الحرارة تفوق المعدل الشهري على المناطق الشمالية خاصة الوجهة الغربية إن شاء الله. ننتظر 27 درجة على تلمسان، كذلك عين تيموشنت، 25 درجة على وهران، 21 درجة على العاصمة، 20 درجة على تيزي وزو والبويرة. أدنى مقياس على سطيف مع 16 درجة، 25 درجة على ولاية غردايا. ننتظر 30 درجة على التمنراسة، 32 درجة على الصحراء الوسطى. أعلى مقياس على أقصى الجنوب مع 35 درجة. خلال الليل طقس بارد على الهضاب والمرتفعات، درجة واحدة خاصة على الهضاب العليا الشرقية، ثم درجات على تيزي وزو البويرة البليدة. ننتظر 9 درجات على العاصمة، نفس المقياس على بسكرة، 11 درجة على ولاية إليزي، كذلك غردايا. ننتظر 18 درجة على ولاية تيندوف وبني عباس، 17 درجة على الصحراء الوسطى، لن تتعدى 12 درجة على تمنراست حتى على جانات، 19 درجة على المقياس على أقصى الجنوب. أما للملاحة والصيد البحري لنهار الغد إن شاء لنهار اليوم إن شاء الله وحتى خلال الليلة المقبلة، مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب دائما بحر كثيف الاضطراب على الواجهة الشرقية. رياح معتدلة من التيارات الغربية الشمالية غربية بإمكانها أن تصل لغاية 40 كم في الساعة. بحر مضطرب محليا على الواجهة الوسطى لكن رياح ضعيفة ضمن التيارات الغربية تماما لن تتعدى ال 25 كم في الساعة، بينما بحر قليل الاضطراب على السواحل الغربية دائما رياح ضعيفة ضمن التيارات الغربية تماما لن تتعدى ال 25 كم في الساعة. غروب الشمس لنهار اليوم إن شاء الله الثلاثاء على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام 6:26 دقيقة. أشكركم على المتابعة، صح فطوركم والسلام عليكم.